قدم نواب أمريكيون مشروع قرار إلى الكونغرس يدعو إلى العمل مع حلفاء أمريكا الأوروبيين لتحديد المسؤولين الإيرانيين الذين يقفون وراء محاولة تفجير المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية. وقدم النواب الأمريكيون مشروع قرار إلى لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي يدعو إلى تقديم الدبلوماسيين الإيرانيين الضالعين في إعداد عملية تفجير المؤتمر السنوي للمعارضة الإيرانية في باريس في 30 من الشهر الماضي إلى العدالة. ويشير مشروع القرار الذي سيناقشه الكونغرس خلال الأيام القليلة المقبلة ثم التصويت عليه إلى أنه نظرا إلى دور دبلوماسي النظام الإيراني أسد الله أسدي في سفارة بلاده في فيينا ورفاقه في ذلك المخطط الإرهابي، فمن الضروري أن يتم تقديمهم إلى المحاكمة. ويدعم المشروع المقدم إلى الكونغرس الأمريكي خطة من 10 نقاط من قبل مريم رجوي رئيسة المجلس الوطني للمعارضة الإيرانية، ويدعو إلى الاعتراف بالمجلس بديلا ديمقراطيا من النظام الإيراني الحالي.